نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نصبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الدنيا قطيشوا أوعدي وعلاش طايشوا قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم وما يزهلوا أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نسبوا له الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الضيق طيشوه أوعدي وعلاش طيشوه قولوا لي وعلاش لا منسال عليه لا منسال عليه لا منسال عليه صار وحده يشبه خياله عذبوا لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب عنا حبس ويباتوا يحتالوا ليل ونهار ويراقبوا أوعدي وعلاش يراقبوا ما غفلوش عليه ما غفلوش عليه نسبولوا الشبكة وصيدوا السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم نعلن اليوم رسميا عن افتتاح مزاد لقطع أراضي وعقارات محجوزة. القطعة الأرضية الأولى تقدر مساحتها بثلاث هكتارات وربعمائة متر. حدد سعر الافتتاح لهذه القطعة بمليار وخمسمائة مليون. نفتح المزاد. مليار وستمية. مليار وستمية. المزاد الأول مليار وستمية. شكون يقدر يزيد؟ شكون يقدر يزيد؟ 10,650 مليار وستمية وخمسين مليون. المزاد الثاني كان مليار وستمية وخمسين مليون. شكون يقدر يزيد؟ مليار وسبعمية. مليار وسبعمية. مليار وسبعمية. كان يقدر يزيد فوق مليار وسبعمية؟ مليار وسبعمية مليون. إذن مليار وسبعمية مليون الأولى مليار وسبعمية مليون ثانية مليار وسبعمية مليون ثالثة مبروك عليك. نروح للقطعة الأرضية الثانية مساحتها ربع هكتارات. حدد سعر افتتاح لهذه القطعة بزوج ملاير. راكي تسمع يا لالا؟ هاني نسمع رتيبة غير الملاير ربي يجيب الخير إن شاء الله. العقار الثالث متمثل في حارة سكنية متكونة من شقق منفصلة وفناء ذات طابقين تقدر المساحة ب 620 متر مربع. الكائن بعنوان 24 شارع الجمهورية وسط المدينة. حدد سعر الافتتاح 3 ملاير و500 مليون. إذن نفتح المزاد.
4 ملاير. شكون يقدر يزيد فوق 4 ملاير؟ 5 ملاير. 5 ملاير، وصل المزاد ل 5 ملاير. شكون يقدر يزيد فوق 5 ملاير؟ 5 ملاير و500. شكون يقدر يزيد فوق 5 ملاير؟ 5 ملاير و500. 7 ملاير. 7 ملاير. 7 ملاير. شكون يقدر يزيد فوق 7 ملاير؟ 7 ملاير. وصل المزاد ل 7 ملاير. شكون يقدر يزيد فوق 7 ملاير؟ 10 ملاير. 10 ملاير. المزاد وصل ل 10 ملاير. شكون يقدر يزيد فوق 10 ملاير؟ 10 ملاير. 10 ملاير وحدة، 10 ملاير زوج، 25 مليار. كريم، اسمح لي، راك مسجل ومتحصل على دفتر الشروط ومسوي قال الأمور القانونية باش تدخل المزاد؟ نعم سيد الرئيس، تحت اسم تزيري كريم. تزيري كريم. مبروك عليك. ألو، رفيق. يعطيك الصحة رتيبة، كل صباع بصنعة. بصحتك وليدي. هاك. ما قلت ليش يا بابا؟ واش رايك في المفاجأة؟ وليدي أنا المفاجآت سمعت بناقص بناقص. والله يا بابا ما على بالي، بالك ربي دارها هكذا. أنا في الأول كنت حاب نفرحك بالدكتورة، بصح اسمك لازم يهز براءة اختراع. الدكتورة قليلة عليك يا بابا. رتيبة كانت تحكي لي كل واش كان يصير من موت جدي طاهر الله يرحمه حتى النهار قبل لي زونشار. الله يرحمه. الله يرحمه. رتيبة سير هكذا، أنا الأخبار وأنت تليفون شي رايح شي جاي. اسمح لي يا عمي طاهر، أنا كي حكى لي كريم واش دار شفت بلي الحل بين يديه وقادر عليه، وأنت تعرفه يقرع جوينين شنش على كل كبيرة وصغيرة خبرته. صح، على مراد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. صح. شوفي هنايا، أنا كان على بالي بلي راح تفرع، وشن هو عمري ما ظنيت بلي على يد وليدي كريم. الحمد لله بابا، هاي فات على خير وسلكت في دقيقة الأخرى. الحمد لله. والله يا كريم يا ولدي قاعدة نستنى فيك غير وقتاش تدخل الجلسة. أيوا أنت تاني تسمع، غير أنا اللي ما على باليش. طيح على راسي والسمة راهي تزيد. والله شي أنا كي شفتك ماكش مليح ما بغيتش نزيد عليك، هذا ما كان. هي خاطيها بابا، أنا اللي قلت لها دير هكذا حتى النهار ندخل. معليش معليش، توك فاصون على كل حال هذه المرة الأخرى. أنا المفاجآت قلت لك خليهم عندكم وبناقص. سبحان الله، هو مازالت وحدة تاني. إن شاء الله نهار ينحيو شمع الحارة ونشربوا قهوة في مراحة. هذا الكلام اللي حبيت نسمع. واش راكم تستناو؟ قولوا امين. 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 ان شاء الله ان شاء الله. قلقش رفيق، خيرها في غيرها ان شاء الله. راه غادتني زير التوعين سيما، كريم ما درت له حتى حساب، الحاره ما راهيش غادتني كامل. قف. معليش هاد الخطره هما راحوا لهم 6 مليار مي لا بروشين فوا نخططوا لهم مليح وندوا الحاره باطل. تعرفي واش عجبني فيك نسيمة؟
وش يعجبك قل لي. تخمامك كما تخمامي. سي نورمال جو سوي تون إليف. جو بونس با راح نزيد نتلقى وحدة كيما انتي ولا إلياس. نتوما فايدة ليا بزاف. محال. الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك. الهلال دائما يرجع لماليا. يرجع 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 بربي ان شاء الله. يعطيكم صحة انتم ثاني. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم حضرات. فرحتوني فرحتوني. الله يفرحكم الله يفرحكم. رجعت الحارة. وكذا تقدر تتفضل. نعم نعم. كنا نفرح كاع الناس الحارة ان شاء الله هكذا. كاين حاجة دائما الحلال يرجع لماليا. نعم نعم. شدها في الله سبحانه عز وجل. سبحان الله ربي ربي يحفظك ما نطولش عليك ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. يعطيك على خير عمي سير مايكل. صحة. بارك الله فيك. انتم ثاني يعطيكم صحة هكذا. راك تشوف يا بابا الفرحة تاعنا هذه الايامات ما تتعوضش. الله يدومها ان شاء الله في عرس نبيل. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. بس نفرح بيكم في زوج ان شاء الله. خلاص بديتي انت يا يا فتح يا رزق. انا قلت الفرحه الكبيره عرس خويا. فرحي بروحك. انا وليدي ما نزوجوش يقعد معايا. جميله شكون قال المراه اللي وليدنا مرض عليها مرضه كبيره ما براش منها الا بشق الانفس هي نفسها اللي تخرجوا من ورطه كبيره. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. مكتوب تاع ربي نرضوا به الخير فيما اختاره الله. فهمتي؟ الحمد لله اللي وليدي خرج سلامات. فرغينا القهوة فرغينا. الياس تروح وحدك؟ تخافيش عليا عندي 10 سنين وانا نخدم هكذا مع رفيق. بصح يا الياس هادو ما دراهم لو كانوا موديت واحد ولا زوج يعسوا عليك. عساس ربي سبحانه. شوفي شوفي الناس واش راهي تدي وشوفي احنا واش رانا ندو. اللي يديوه هما في نهار نديوه احنا في 5 سنين. مام هو الحاجه اللي نقولوا له عليها في رمشه عيني فريهان. حتى انت ما شاء الله الله يستر بك تعرفي كلش. تقدر تروح. بسلامة. الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله كي لقيتني مع بنتي. ما تحرمنيش يا ربي من شفت ابني لقيني بيه وطفي النار الشعلة في قلبي. اجمعني بيه يا ربي عوضني على السنين اللي فاتوا.
يا حنين يا كريم، ما تحرمنيش منه. الحمد لله. شربوا قدامكم، شربوا صحيتي رتيبة. ايوه عيا فضيل، شربوا وليدي، شربوا شربت وليدي، شرب شرب. الله يبارك صحتكم كريم، كل حلوة. تفضل. صح، هاتي الفضيل هاي قدامي قدامي. تكليني يما بيحبك يما. وانا ماما غيولة قرتي هاكي هاكي يا سيدي. شفتي يا رتيبة، قلت لك الدنيا الدور. الحمد لله هاكي لميتي وليداتك، ان شاء الله ربي يصلحهم برك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، ربي يدوم غير الصح، يساعدك يا فاعل الخير. الحمد لله لا ربي عاود جمعنا. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله ربي يجعلها هكذا ان شاء الله. الله يدومها. الحمد لله، الحمد لله يا ربي. فضيل ما تحشمش دوك، انت مصباح هكا تشوف الماكله. نحب نعاود نخلف عليك. وانت كريم. يا ربي الحمد لله، ربي يحفظك لي يا وليدي. الحمد لله ربي. انت درتيها لا تاي؟ والله انا اللي درتوش. ربي يحفظك عجبني بزاف هكذا حوريه. ربي يجمعنا. سبحان الله، ربي ما في غير الخير.
شوف ما تدور لي لا هك ولا هك، تجاوبني قد قد. شكون اللي عطى الامر باش يسرقوا الفيرما تاع العربي، جمال ولا رفيق؟ شكون جمال؟ رفيق راك تهضر على رفيق، سي رفيق اللي نخدم معاه. طيب اعترف وصرح لنا بكلش، يسمى غير ما يشقاش تنكر. درك يا تهدر يتخلصها وحدك. انا ما نهدرش، انا نهدر قدام المحامي تاعي. المره هذه يومك سالك لا انت لا اللي معاك، حتى المعلم تاعكم اللي دايركم كيلي بيون. خافش الحق له. هيا دوك تهدر ولا نسني وصحابك يهدروا بلاستيك. حسره عندها مده ما جيناش. ها يا مات ولا غير يا مات تعقين هاللي نهار زعفتي. يا ما نسيهاش هذيك، ما بغيتي تحضري معايا، ما بغيتي وانا جيتك للدار وانت متفقه، ما بغيتي تطلع عليا. ايه هكا انا يا اخي تعرفني. ولا نهار ولا نهار هذيك الجاره اللي قلت لها السلام عليكم، لا ديك الغيره. لا لا بصح صح هاد البلاصه شغل عندنا فيها دي سوفونير. على بالك مع الوقت مع الوقت شغل تلمو عشنا ومشاكل وتزوجنا ولينا ننساو هكا دي مومونينا، الوغ كو خمس دقائق نورمال كيجي الانسان هنا وكونتخيغ. بصح علاه اليوم بدات؟ اليوم بدات باسكو عندي بون نوفيل نقولها لك. هذه كاع عليها نواضه اللي هي انا حنجيب لك بيبي. انك صح؟ عاوديها؟ انا حنجيب لك بيبي. شو قاعده نخمم كيفاش نقولها لك، كيفاش نقولها لك؟ شو سيدي هاد البلاصه هي اللي نقدر نجينا نوصلك فيها النوفيل كيما هذه. غادي لي بابا. شي لي كوش. مادموزيل نسيمة عندي أمر بالقبض عليك، تفضلي معنا. بصح أنا واش درت؟ ها؟ واش درت أنايا؟ علاش حتدوني؟ واش درت؟ واش معنى تهضرك؟ انا حياتي كامل مديت عليك، يتسمى معناتها كامل واش بنيتي ريب. شت سلوان، انا قصدي خرجني من المشكل اللي راني فيه. الباسبور عندك؟ ايه عندي. بون فواياج سلوان. انا ما نقدرش نهرب ونخلي كامل المشاريع تاعي هنا، راك تفهم فيا ولا لا؟ Monsieur Rafik, je vous dis bon voyage. Bon voyage. Adieu. Adieu.
مشي مشي خليك منه. مزيالي ما حاوزكش اليوم. كنت متوحشتكم ماما. كيلي كيلي توحشتك. سكاتك هذا راح يضيعك غير اعترفي وهنينا من هذه القضيه. انا ما على بالي بوالو. جو سويز اون سامبل فونكسيونير عند مسيو رفيق، ومسيو رفيق انسان محترم ما يديرش كامل هذا الشيء. اون بلوس يساهم في بناء الاقتصاد الوطني ولا لا؟ لا يبيض في الاموال يهرب في العمله وانت لعبتها لي فحله وتدافعي عليه. هبت الناس الشمس ما تغطاش بالغربال. على باليش. جمال قتلوه على بالك؟ المرة الجاية ما على باليش شكون. بالك انتي الناس هذو ما يرحموش، يخدموا بيكم وكيشموا ريحة الدخان يلوحوكم. أنا ما على بالي بوالو. على كل حال عندك 48 ساعة في يدك، كي تحبي تغيري أقوالك راني هنا، ماشي مشكل. فوق هذا الشيء كامل قبل ما يموت كتب لي زوج كتارات من الارض هذه وثلاثه ديار من الحومه. هذه كامل تاعنا؟ ايه تاعكم انتوما. ربي يرحمه. الله يرحمك يا عمي طاهر. الله يرحمك. الله يرحمك. معناته خلاص يما العزيزه نسكنوا في الحاره وانا نجي نخدم فلاح وبربي ان شاء الله نعيشوا كي سلاطه. تخدم فلاح؟ نخدم فلاح. تقدر لها؟ نقدر. ايه ماذا بيا؟ وين نعاون خويا؟ تقدري؟ نقدر. متفاهمين. سيدي عجبتكم؟ هايلة. شابة بزاف. الحمد لله يا ربي الحمد لله. Ha ha ha.
نسبولو الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش نسبولو الشبكة وصيدوه أوعدي وعلاش صيدوه قولوا لي وعلاش في القفص الدنيا قطيشو أوعدي وعلاش طايشو قولوا لي وعلاش بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير بعد ما كان يطير ويحوم زهالو على ناس واهله طيشوه اوعدي وعلاش طيشوه يبكي وينوح يبكي وينوح يبكي وينوح وحيد حتى عينيه ذبالو حتى سهر الليل علمو اوعدي وعلاش علمو عمره ما يرتاح عمره ما يرتاح مرار قوت ورجع ما يحلالو نسبولو الشبكة وصيدو أوعدي وعلاش صيدو قولوا لي وعلاش نسبولو الشبكة وصيدو أوعدي وعلاش صيدو قولوا لي وعلاش في القفص الضيق طيشو أوعدي وعلاش طيشو قولوا لي وعلاش لا منسال عليه لا منسال عليه لا منسال عليه صار وحده يشبه خياله عذبوا لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب لا رحمة في القلوب عنا حبس ويباتوا يحتالوا ليل ونهار ويراقبوا أوعدي وعلاش يراقبوا ما غفلوش عليه ما غفلوش عليه نسبولو الشبكة وصيدوه